عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم رضا من العينين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. في بعض الفنيين لما بتخش عند العميل بتلاقي جوان التلاجة مفرق شوية أو مهوي، فبيستخدموا مية سخنة، وفي بعض الفنيين بيستخدم مناديل أو قطن بتحطه تحت الجوان عشان خاطر تجيب الفرق المفروق شوية دول. اخواننا الفنيين اللي بيستخدموا ميه سخنه مش هقدر اقول الطريقه غلط ولا الطريقه صح، بس بعد شويه بساط الميه السخنه بتلم تاني والجوان بيرجع زي الاول. واخواننا الفنيين اللي بيحطوا مناديل مش هقدر اقول عليها غلط ولا صح، بس بعد مده بتلم من جوه عفونه وحاجات وبتطلع روايح وحشه. فهو الحل الامثل عشان خاطر اللني اتفادى المشكله ديت، ممكن اخش عند زبون عنده موكيت او فرش حاجه تحت الثلاجه، وبالتالي يوم احط ميه سخنه لازم هتطلع ليها تقع مني على الموكيت او على السجاده والاشياء هذه، وفي زباين ما بتحبش الحاجات دي. طب نطلع من المأزق ده ازاي؟ طبعا المأزق ده يا جماعه سهل جدا، وانا قلت لكم قبل كده الفني لازم يتميز بالعده الموجوده معاه. انا عندي جهاز بيطلع لي هواء سخن. الجهاز اللي بيطلع لي هواء سخن ده اول ما بشغله بيطلع منه هواء سخن عامل زي الاستشوار، بس ده متخصص اقوى شويه من الاستشوار. فانا لما هاجي اقف كده زياده تعالى على الثلاجه، فانا لما هاجي اطلع على الثلاجه لو ياكل الثلاجه زي ديت ولقيت الجوال بتاعها عامل كده، عن طريق الهواء السخن اللي هشغل عليه وهمشي مع الجوان شويه بشويه هيبدا السخونيه هتجيلي هنا، تبدا السخونيه تجيلي هنا وتفرد لي الجوان ده، هتفرده بالشكل ده. وانا قافل المغناطيس هيمسك على الباب ده يرمى يدور، فابدا اسخن كل الجوان كله ابدا اسخنه، واخلي بالي عشان السخونيه ما تسيحش مني الجوان. لما ابدا اسخن كل الجوان هيبدا الجوان يفرد معايا، الجوان كان ملموم هيبدا يفرد معايا، فلما يفرد معايا هيلم لي على جسم الثلاجه اللي هو هنا، والمغناطيس اللي هنا هيفرد، فلما يفرد معايا هيلم لي على جسم الثلاجه، وبقى انا عالجت الموقف الموجود قدامي هنا في الثلاجه، ولا بميه سخنه ولا بمناديل ولا بقطن ولا اشياء لهذا. وفي نفس الوقت مكان الثلاجه نظيف وسليم، ولا توسخ مني ولا حصل مني ميه تحت الثلاجه ولا اشياء هذه كلها. فهي قطعه العده اللي احنا هنستخدمها هي اللي تخليني فن متميز في كل شيء. فيا جماعة الموضوع مش موضوع ان انا اروح عند الزبون واكب مية والسلام، لا، الموضوع ان انا اروح وانا متمكن بالعدة بتاعتي انا هعالج العطل الموجود قدامي باقل الوقت وباقل الخسارة وباقل التكلفة، واطلع من عند الزبون والزبون راضي عني، راضي عني ان انا فني كويس. يا جماعة سخان الهواء السخن هيغنيني على المية السخنة، هيغنيني على القطن، لان في بعض الفنيين بيجوا تعال هنا يا زياد يقوموا فاتحين الجوان كده وحاطين ايه؟ قطن هنا وحاجات من دي. طبعا الاشياء هذه انا ما بعترفش بيها، انا اعترف بالعده هي اللي بتسهل لي كل شيء. وده كان فيديو بسيط واتمنى ان هو ينفعنا كلنا، وعندي فيديو تاني ان شاء الله انتظروني في سلسله فيديوهات، وكل فيديو هتتابعوني فيه ان شاء الله يكون احسن من الفيديو اللي قبله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معاكم وليد ابو العنين من قناه مختصون بالتوريد.